كاملين كي دايرين لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كلشي هو هذاك؟ اش كتعاودوا؟ ما تنساوش انكم تخليو لخصكم رجوه. بزاف 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 ديال لايك وبزاف ديال التعاليق، شكرا لكم بزاف، الله يسهل عليكم والله يفرحكم. يا ما شاء الله غادي نديكم معايا بزاف ديال المهم، عارفه راسي شنو غندير، ولكن واش غنكمل داكشي ولا لا، حيتاش خرجت شويه هكايا معطله وصافي. البنات هانتوما معايا، غادي نمشي للطبيب وداكشي نشوف الغرض فين وصلوا، وهانتوما معايا كذا ديالي. وما تنساوش تخليو لي كومونتيرات زوينات ولايكات زوينات. يلا غنمشيو. الصيف هذا باين غادي يقاس، صافي البنات جيت قلبت وداكشي كلشي مزيان وصافي، دابا غادي نمشي لكارفور. المهم اي حاجه انا كندير راه كنقيدها، وحق الله ديروا هاد القضيه، قيدوها في التليفون احسن من شي ورقه ولا هادي، حيت في التليفون فاش كتقيدي كتقيد تيبريم اي حاجه درتيها. دابا غادي نمشي لكارفور، قيد شنو ناخذ عاوتاني نهري، ولا بقى لي الوقت غنمشي لمينيسو. والحراره البنات دابا كما قلت لكم غنمشي اختي لكارفور، تحبوني كارفور كيعجبني فيه شي برودوي زوينين ديال برا، هو غير حدا مع انيت. المهم الا كيسولوني فين كندوز، كندوز عند ما صافي، كتبقى معاك في الغراز حتى كيتحيدوا لك، كتبقاي دير كونترول دير كونترول حتى كيتحيدوا لك، وتيكون صعب وراك يا الكونترول وداكشي، كتجي كتقلب لك السيده اللي معاها. دابا غنمشيو لكارفور، جيت دابا لكارفور وغادي نشوف ناخذ داكشي اللي خاصني، وغادي نشوف واحد الصباغه كنت طبقت فيها شحال هذه، هي صراحه زوينه وكنطبطبت لي الشعر ديالي. المهم انتوا معايا عرفتوا يا البنات هاد السامبلي هذا تلقاو في كارفور، هذه البنات بندوش، عرفتوا ريحته كتحمق. انا حيت عندي دابا جوج بندوشات قلت حتى يسالي وناخذ المره الجايه. دابا البنات غادي نشوفوا الصباغه، راسكم انا راه ما عرفتش شنو غادي وقت الصابون بانبوك هذا البنات 141 درهم، هاك ماشي خشب. قلت البنات غادي ناخذ واحد الصباغه ونشوف في المول كيناش عندهم لوريال، لوريال اختي مابقاش تعجبني. دابا جيت للمول قبيله دزت لداك الباتيسري، ماشي الباتيسري اللي كيديروا فيه المارلين عرفتو، كان طلع ديال لاكار مكتوبه فيه مارلين عرفتو، قديم دايره من 1987 ولا ما عرفت لا ما عرفت. المهم دابا جيت للمول غادي نشوف واحد الايبه، كنت حيت بيرمانت ما فيها ماشي الصالون. دابا البنات دخلت شوفوا تشككت مع الصاب، دخلت عند هذوك اللي كيبيع داكشي ديال البيجامات في المول حتى نمشي نوريكم داكشي اللي البنات. سخديت عاوتاني واحد اللعيبات سمونا الاضاءة ضربة، سخديت واحد اللعيبات عاوتاني ديال السوشيان حتى نوصل للدار وغادي نوريهم ليكم. عرفت صوت واحد الشيء اللي بغيت نضر، وحق الله تبغي في مينيس ساعتين القدر البنات. قالت لي ما غتسمعوا صداع الوار، نسيت داكشي في كارفور حيت خليته تنهبط للمول، ساعة ما لقيت شخصي وهذوك الصباغ اللي كتحيط بيرمان، وانا عاد تفكرت هادي غير بيرمان وعندي لها غير سميتو، عندي لها غير الصباغة ديال تحيط دو سولفون وندير لها بابي ألمنيوم وداكشي. ورا الموت تنقول لكم الموت، تعرفوا شنو هي الموت؟ وربي اختي راه مايمكنش، هاكا الكارديان مسكين عرفتي هابس زعما، هادي ماشي زعما، هابس مسكين.
كيعجبني انا بنادم اللي تيكون حاضي تيبلاصي معاك تيقلب لك على بلاصه، ماشي واحد تيمشي تيغبر تتبغي تبلاصي تتبلاصي تتقاتلي بوحديتك حتى كتبغي تخرجي تيجي يا تقول لهم بلاصتيش انت اصلا ما كنتيش حاضي الطوموبيل. ماشي واحد المساك اللي تيكون زعما خدم معاك وعادي يستاهل وصافي. دابا البنات غنشوف واش غنطبخ السلام ولا لا ناخذ المايونيز ولا تعطاتي اختي تلصق تحشت بنتي والله تنبغي نرجع للدار. جيت للدار عرفت مسكينه لقيت ماما جات عندي ودوشت الريم ولبست ليها وداكشي هي وراجلي تعاونوا عليها حيت ماما قالت لي والو انا يصاد بغيت ندوش لها قلت لها صافي وصافي بدات ديالي انتما معايا. غادي نوريكم اشنو خديت. اول حاجه من الهري خديت واحد التمر واعر ب 40 درهم كيلو حيت ما بقاش هانتوما شفتوا خديتو هذا البنات ب 40 درهم زوينه البنات ديال وازيس ما عرفتش واش ديال الجزائر هذه الجزائر ها هي البنات غزالها وسكريني ولا بغيتو تاخذوا فهاد السويمانه هذه اللي بقات عرفتوا فن فن شوفوا قدو قداش شوف كيلو حيت بقات مابقاوش بزاف ديال الايامات تقريبا 4 كيلو اللي استهلكنا في رمضان 4 كيلو. انا كنت كناكلو صراحه كنت كنفطر بحيت صافي تنفطر وتنعاود نفطر مع راجلي ما صافي تنعكز عاد نطيب شي حاجه. شوفوا يا البنات غزال 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 ديما خذوا التمر ديال العرش داك النهار اللي خديت من بيه ما فيش العرش البنات اللي قلت لكم اقتصادي صدق كله مسوس كله شوف 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 شوفوا تبارك الله غزال. انا هاد التمر تيعجبني وكيعجبني حتى السكري ما راجلي ما كيعجبوش السكري عرفتش علاش انا تيحمقني السكري. خديت هاد الطون ديال المهاجر زوين صراحه البنات بيان سور كاين الطون اللي غالي كيكون هذاك زايد مي المهم هذا في اطار هذا دوك الطون ديال 7 دراهم هو ديال المهاجر زوين زوين بزاف صراحه. وخديت لماما ناباج ها هو بغات تزوق الحلوى وداكشي ها هو ياك. وغادي نوريكم البنات اشنو خديت من كارفور. المهم دزت لاسواق السلام ما لقيتش البنات ديال الطاسه بلاتي نقسم الاداره اسواق السلام دزت لكارفور ما لقيتش ديال الطاسه ما في كارفور ما كاينش في اسواق السلام لقيت غير هذا. انا كيعجبني ديال القرع لان كي كتهزي هكا وكدير بيه سلايد هو هذا براتيك وكلشي غير هو تيبقى واحد فهمتوا. المهم ها هو البنات 29 درهم ولا مع 28 واعر واعر ديما كنقول لكم مايونيز ديال لوسيور واعر بزاف بزاف بلا قياس. خديت البنات من واحد الباتيسري هادو فيتي وفيهم كريم وكراميل فنين البنات غنوريهم لكم غزال غزال. واحد الباتيسري كيدير داكشي واعر ها هما البنات ما عرفتش هادو 4 دراهم واقيلا الوحده تيقولوا لها شي حاجه كرواسا امريكان ما عرفتش كيقولوا لها ها هي شفتوا ما عرفتش كتسميو هاد السميه. وخديت نشوف هنا خديت هاد الناس الزريوات معرفتش واش دايرين هاهي انا. المهم خديت هادو سخان دايرين المقلغة بالورقة ديال البريوة عرفتش يبانو بنان وما نعرف هانتوما شتو محروقين شوية شحال دايرين هاد 8 درهم وقيلة. شنو هادا خديت البنات هاد شامبوان سيك ديال بلايا براون هاهو البنات لأنه صراحة انتي تحتاج بزاف 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 هانتوما قولوا لي البنات نتوما شنو التجربه ديالكم ياك ما كيديرش شي ولا شي حاجه حيت كانوا ناضوا لي واحد جوج شيبات ولكن ما عرفتش واش بيه ولا لا تينفع لان الشعر تيتزيد تتكوني هكا خارجه على غفله ولا ما تبغيش تغسلي تكون باقي نقي فكديري لي شامبوان ساك. دابا نجربوا البنات ونقولوا لكم. هذا خديته في المارو ملي بدوش تيبقى هادي وقيلا تقولبت تيبقى يا البنات ممكن بناتي المهم كنت زوينة قلت زعما حتى انا غنصبغ شعري بالمار واحد شعري ديجا. المهم ديك الساعة انا نشوف كاع كنهضر انا بشوية خديتو ب 50 درهم مبغيتش نقص ليا. خديت البنات هاد لي سوتيان هادو فنين حسن من اختي من هادوك ديال الرضاعة ليا هادو فنين رطيط بين وليت كناخد هادو هانتوما. انا اختي خصني نكون انيقة تتقولي اختي خصك تكوني مرضعة انيقة زوين البنات هانتوما ب 50 درهم كانوا ب 60 خلاهم ليا ب 50 فن هاد اللون تيحمق عرفتو واحد نيود ميمكنش ميمكنش بحال لون اللحم زوين. وانا البنات ما انا طري خديت اول شتا 36 ولكن البنات تيبانو كبار هانتوما. وخديت قشرت لي وراجلي هاد لي البنات كيديرو عشر 8 دراهم ولا 10 دراهم المهم 50 درهم 50 300 هي 65 وقال خلاهم لي جوج 300 درهم ولا ما نعرف. المهم هادو البنات فنين شوفوا ديال نايكا وقصاورين دايرين بحال هادوك اللي كيكونوا في اديداس ونايكا واعر. خديت واحد ليا والراجل ديجا خديت وحدين بسم الله راجل وسعوا ليا هانتوما شفتوا. وخديت هادو تحمقوا شوفوا بلاتي واعرين مكتوبه فيهم اللوف شوفوا فنين هادو زوينين الرضاعه احسن من هادوك ديال الحل زمر هادي نفس الشيء اللهم هادو هكايا انيقني يا بنات شوفوا مكتوبه فيهم هنا لوف فنين فنين شوفوا هانتوما
واعين فيهم بونجه رقيقه هكايا، باش هكا كيجمعوا لك السدير ديالك. شتو عرفتوا الفطور قرب، وخديت معاهم هذا سميتو، خديت معاهم هذا ناصح، وهذا باب حيت ما لقيتش هذا اللوين هذا ياكم. نكمل معاكم، وخديت هاد الليجين هادو عرفتو كنت كنقلب عليهم وحق الله البنات لاصق، ولكن واخا هكاك غادي نقص من نوع الخياط باش يجيني لاصق اكثر، حيت انا متاكده هذا ما غاديش يجيني لاصق مزيان. عرفتو غزال البنات، 50 درهم زوين تيتحتاجو بزاف، كيعجبوني كندير معاهم هكايا قشرات بحال هكا وسبرديله وقبيه وكاسكيطه، كيجيو مستينين وخفاف سورتو فهاد الجو هذا. ما واخا زعما مازال زعما ما دخلش داك الصيف ديال بصح، فخديت هذا البنات ب 50 درهم زوين زوين فريمون زوين لاصق ياكو. وغادي نوريكم البنات، نكمل لكم شنو خديت من كارفور. خديت هذه العالي بي، كان ديجا خداتها وتسعتها مره ما يمكنش بعطيش واحد السقاطه ضروري ياكو. وخديت البنات هادو ديال الصدر صراحه، هادوك ديال اللي قلت لكم بروجيت اللي درتهم داكشي، ولكن ما كي ماشي براتيك فهمتوا، انا درت ما نضيعهمش. فهذا البنات ديال كارفور هانتوما شوفوا زوين، انا البنات هادو انا غادي نحلهم وغادي نوريهم لكم هانتي، حيت البنات كنفيق الصباح تلقى الحليب هانتوما عرفت كيفاش داير، انت تلصقيهم صافي والحليب تيتمص هنايا. شتو هادو غيمصفو الحليب فيهم هاد اللصقة هادي بحال هكا زوين، لأن إذا نفدت تلقى راسي سميتو لي سويتيان تيوليو حالتهم، وخصك ميمكنش الله يجعلك مدوشي كل دقيقة لا بقيت مقابلة. المهم هاهما قريت 38 درهم، خديتها البنات من أسواق السلامة الصباغة ريفلون، ديجا كنت صبغت منها شحال هادي، قالك نيميغو أن في ميريكان، هايا يوزا يوزا هي ميريكان. خديتها البنات نمرة 6-1، واخا تشوفو هكا الزعورية هادي راها ماغو يعني شاطا، هايا دارك بلوند. المهم عاطين انها غتعطي بارد هكا شويه بارده، ولكن غير عاطين انا 6-1 فونسي في النوامر الاخرين، فغنشوف انا عيني ميزاني فاش غنشوف انا الصباغ خرجت لي صافي غادي نحيدها، حيت انا باغا سميتو. هاد ريفلون ديجا كنت صبغت بها، هادي دايره لا زعما نو امونياك وداك التخربيق كامل وبيرمانون، هادشي اللي اثيراتني كنت غناخذ الاخرى كاستينغ ميم ماشي بيرمانون، قلت غطير داغي هادي، قلت ما فيهاش لامونياك وبيرمانون زعما تبقى. انا نشوف فيها الكيراتين يا ربي البنات، كنت ترطب ما عقلتش واش كانت ترطبت لي شعري ولا لا، المهم كتبان عليها بغيونس وداك التخربيق، والله ما عقلتش واش رطبت لي شعري في ديك الوقيته ولا لا، ما عقلتش. المهم كنت عاقله انا انها كانت فيها الزيت، صباغ ديال الزيت، هادشي اللي كنت عاقله على واش هي هادي، واش زعما باقا نفس التكستور ديالها وداك التخربيق كامل ما عرفتش. المهم ها هي البنات لقيت في اسواق السلام 59 درهم 58 درهم فاش حاجه هي 59 درهم ها نتوما، وانا راه هكايا ومع ذلك عرفتوا شي نص ساعه وانا تنقلب وتنقول واش 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 واش، شويه بقيت كنقول قلا ناخذ كاستينغ غطر داغي، قلت المهم غادي نصبغ بها الى شتا نشفت لي ولا شي حاجه غادي ناخذ كاستينغ وغناخذ شي لوين اللي يكون فونسي اكثر. المهم ها نتوما، فهذه البنات غتخرج فونسي، لان انا عارفه 6-1 كتخرج فونسي، 7-1 ديجا كتخرج فونسي، و 6-1 هي كتخرج فونسي فهمتوا. ها هي ياكم، وخديت البنات هادو 15 درهم زايدين كناخذهم ب 13، ولكن ماشي مشكل من عند هادوك نيت اللي كيديروا مادلين اللي في طلعه ديال لاكار، اللي كيش كيجيو زوين كنديرهم هكايا بصوص بلونش وداك التخربيق بدارون مسوس. وهذا هنا البنات خديت مليويات، ها هي صافي يكونوا زوينين 7 درهم الوحده، وما يكونوا زوين قالت لي ديال الكفته الغيفات هكا تيبانو بحال ديال الدار ياكم، الريحه زوينه الريحه ياكو. خديت هادو عمرني خديتهم البنات، هادو طاسولات هكايا، هادو حلوين البنات، هاهي كاتبنها هادي تحلو بطيرة حلوة تفوت تحلت ليا غتبرد، خاصني نسدها مزيان بالسلوفان. هادو يا البنات انا موالفة كناخد ديال البيم صراحة، ولكن قلت ناخد هادو نجربهم، هاهما كيجيو زوينين كندير لهم كخيم باتيسير كنعمرهم هاكا بالفريز ولا البنان ولا لي كان. خديت لراجلي صوصات، انا ماشي فان ديال هاد الصوصات ديال الدجاج، تعجبني ديال البقري، وماشي فان ديال الصوصات انا اون جينيرال. هانتوما البنات والله 11 درهم فيها، شتو من كارفور ريحتو بنين، هذا حار بيكون ياكو. وخديت كفته ديال البقري ديرو لها واقيلا 95-90 درهم، هاهي تنشم العار ياكو. خديت البنات هاد المسيده زوينه هكايا بحال هكا هاد فلاش، واخا فلاش ماشي زوينه بزاف لان ضاغي تطير منها الريحه وداكشي. المهم ممكن هادي ما عمرني جربتها واقيلا، هادي البنات بحال هكا تنبغي انا غير شويه تكون كليتي ولا شي حاجه كتخلي فيك ريحه المرق فمك ولا هذا، واخا تحكي سنانك وداكشي، فهادي تناخذ منها انا غير طريف حيت انا ماشي فان ديال المسكه صافي، وتتعاودي تسديها هادي بس زوين واقيلا تعاود تسد ما عرفتش هانتوما. شتو خديت هاد السينيال زوين، كان ديجا خدات واحد العهد كانت خديته من اختي، وزوين بزاف هذا ديال الاسنان الحساسه، حيت انا هذاك خديت سانسودا صراحه ما تيرغويش، وانا ما تيعجبنيش السينير ما تيرغويش صراحه، هذا ديال الاسنان الحساسه وعجبني عاوتاني في الغوز
نجيو قريت هذا مزيان غويت. المهم شوفوا ريحته واعره، كان صوني ما عجبنيش بزاف اللي كنت خليته معكم داك النهار، هذا ما عقلتش واش 14 واش 15 ما عقلتش صراحه. المهم فهاد القبيل خديت بنات هاد اولويز، هادي ما عمرني خديتها اولويز بيني وبينها شحال هادي، علاش حيتاش ميكا فهمتوا، انا ما تعجبنيش اولويز ميكا، ما تقولش هي اللي صغيره نشوف كيفاش دايره، اذا تعجبوك بعدا بالباكاجي هنا هاد اولويز، واتي راني هاد اللون الغوز نشوف بزوين اولويز يديروا لك هاد اللعيبه تاليبات الاخرين، تاليبات ديريها وترميها. نسيت ما نقطن، لا القطن البنات ماشي ولكن هادي البنات شحال طويله تقولبت العار ولا بزاف تكلخت، كان عليا ناخذ غير حجم هذا ماشي مشكل. خديت هاد الشوكولا، انا كيعجبني اي شوكولا، انتم حفظوني البنات كيعجبني اي شوكولا كتكون فيه القرمشه كيحمقني، الشوكولا اللي كتكون فيه القرمشه تيحمقني بزاف تكون فيه قرمشه بزاف. نتوما اللي كتعرفوا شي شوكولا فيه القرمشه قرمشه تتقرمش قولوا لي شي ماركه ديال الشوكولات، كيعجبني يكون فيه ديك القرمشه ياكو. وخديت الراجل يا بنات هاد امالفي زوين بزاف صراحه ديال الماركه اسبانيا، ها هي ماد ان اسبانيا زوينه البنات، هذا سبا زعما كتبان لي فن رجالاتكم حتى نتوما بنتي كتبكي النوض، خلاتني بنيتي نصور هانتوما شتو ماري بنتي كتبكي صافي البدات ديالي هادشي اللي كاين. شفت لا فيديو هنايا هي هذيك، كنت غادي نكمل شي حاجه هانتوما معايا وصافي البدات ديالي. انا هاد العصير كنت صايبته البارح، هذا عصير البنات ديال الخيزو والحامض، لاني انا صافي حيدت الليمون البنات صراحه تيعجبني، ولكن البنات خفت يدير لبنتي لي غاز حريري البنات، بطاطس مسلوقين عرفتو جيت حتى لدقيقه 90 جبت معايا هكا بريوات رغيفات ديال ماما ديال الشحمه ديال الكفته عرفتو الغزال ديال الفران، كنت انا باغي نحل لكم البراد ولكن البنات ما بغاش يتحل. المهم هنايا راجلي يا بنات صايبت لها البيبون وهو جالس شوفو وهو جالس تيردع، انا نتاكاي سخنت مليوي قديت المسائل هذوك اللعيبات اللي جات فطير خفيف زوين هو هذاك البنات. وراجلي هنا عنده باناشي عرفتو شهاني فيه، خديت جغيمه قال لي ما تبقايش تشربي، عرفتو والله الا كنخاف على بنيتي من لي غاز رغم عارف انه ما ضروري يتزادوا فيهم لي غاز، كيقول لك حتى لدك 5 شهور هذه تتولوا ياكل عاد كينقصوا. كان هذا هو لا فيديو ديال هذا النهار، باي باي كنبغيكم.